كلنا سعيدين وفخورين بهذا الإنجاز، واللي يكتب بصراحة بأحرف من ذهب. وقبل كل شيء أتقدم بخالص الشكر والثناء والامتنان لمولاي خادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين عراب الرؤية، وهذه نتيجة للرؤية اللي سموه يعني وضعها لشباب وشابات الوطن. يعني كنت في حديث مع احد العلماء الذين قاموا بالتجارب مع ريانا في محطة الفضاء، فذكر لي بالحرف قال بسم الله ما شاء الله على ريانا، اتقنت كل التجارب في الوهلة الاولى، واليوم جلبت معها الان 92 عينة لاجراء التجارب. هذه التجارب ستخدم الإنسانية، ستخدم البشرية جمعاء. هذا فضل من الله ونعمة والحمد لله. وريانة سبحان الله من أيام كانت صغيرة، كانت تقريبا حتى في مراحل دراستها كانت متفوقة وكذا، ونحن سعيدين بصراحة وصلت إليه، ولسه هذه يمكن بداية، وإن شاء الله تكون هي وزملائها مصدر إلهام لشابات وشباب الوطن بإذن الله.